السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في قناة بروستات. في فيديو جديد من فيديوهات القناة النهاردة معانا موقع كورس كومبريس ناو. اولا كده يا ريت تشتركوا في القناة عشان اوصلكم كل جديد. لايك الفيديو لو كان يستاهل. عن اي عايز اي حاجة عن عندك اي مشكلة تعليق تحت التعليق هذا الفيديو ان شاء الله ارد عليك. زي انتم قريتوا في العنوان بتاع الفيديو يا جماعة طريقة تصغير اي فيديو اي صورة عفوا 90% حجمها كبير عايز تصغرها مع المحافظة على الجودة بتاعتها. بيتيح لك الميزه دي موقع كومبريس ناو. لو انت عايز تصغر الصوره بتاعتك يجي هنا تختار الصوره بتاعتك وتدوس ابلود ايمج تختار الصوره بتاعتك كده اوبن هنا. لو انت عايز يعني مقدار الضغط بتاع الصوره او مقدار اللي هنقص بالصوره انا عن نفسي انا بنصحك ان انت ما تزودهاش عن 20 عشان يعني حجم الصوره او ابعاد الصوره ما تتاثرش. تيجي هنا ندوس كومبريس ناو صح معلش يا جماعه احنا اخترنا انا يعني ضغطت الصوره دي قبل كده فانا اخترت الصوره المضغطه ده احنا هنختار الصوره الثانيه. وبيقول لك هنا يعني يا ريت ما تزيدش يعني حجم الصوره بتاعتك ما يقلش عن 200 كيلو بايت 100 كيلو بايت عشان ايه اقل كده. بيقول لك لا انا مش هقدر اضغطها لانها متضغطه يعني لانها قليله اصلا. تيجي هنا عند الكومبريس تختار مقدار الضغط بتاعك هنا حجم الصوره بتاعنا 680 كيلو بايت هنخليها هنا 164 كيلو بايت. كل ما انت بتزود كل ما الرقم ده بيتغير هيقول لك يعني الحجم بتاعها قد ايه. خليها 20% بعد كده كومبريس ناو هيحول لك الصوره دي زي ما انتم شايفينها يا جماعه بس احنا نلغي بس الصوره المضغطه اللي احنا عاملينها. نيجي هنا تدوس داونلود ناو اهو زي ما انتم شايفين اهو حول لنا الصوره بتاعتنا. هندوس فتح عفوا بس يا جماعه هذا في المدلت نبغي دي خالص ناخدها هنا كده. دي الصوره الاولانيه اللي احنا الصوره الاصليه بتاعتنا هي دي ودي الصوره المضغطه بتاعت الموقع اللي ضغطتها مثلا صغيره كده الثانيه كده برضه نفس الحكايه زي ما انتم شايفين يا جماعه هي دي الصوره الاصليه بتاعتنا ودي الصوره المضغطه. زي ما انتم شايفين يا جماعه مفيش فرق خالص في الجوده بتاعت الصوره بحيث بس الحجم بتاع الصوره انت لو دققت مش هتلاقي حاجه خالص. انا مش شايف خالص اي عيوب في الصوره الثانيه بتاعت المضغطه لكن لو انت بقى زودت في المعدل الضغط بتاع الصوره هتلاقي واضح جدا ان الصوره متغيره. ايوه لو تاكيد مثلا برضو اخر تاكيد برضو ان حجم الصوره بتاعتنا 762 كيلو بايت ده الاصليه حجم الصوره المضغطه 160 كيلو بايت نزلها 600 كيلو بايت ده حاجه كويسه كمان كمان يا جماعه يعني لو في صوره فوق ال 10 ميجا 5 ميجا هو ممكن ينزلها 1 ميجا نص ميجا على مقدره الضغط بتاعك. ده كان فيديو بتاعنا النهارده يا جماعه وارجو اعمل لك فيديو سبسكرايب كمان عشان يوصل كل جديد. عندك استفسار عن اي حاجه سيب تعليق هذا الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.